أعلنت أستراليا تراجع عن قرار حكومة سكوت موريسون السابقة والذي اعتبر القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن بلادها تعتبر القدس من قضايا الوضع النهائي ضمن المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأوضحت أن أستراليا لا تزال ملتزمة بحل الدولتين وأنها لن تدعم أي مقاربة تبدد هذا الحل السياسي. جددت الحكومة موقفها السابق والدائم بأن القدس من قضايا الحل النهائي التي ينبغي حلها ضمن مفاوضات سلام بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. وهذا تراجع عن قرار حكومة موريسون الذي اعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل. ستظل السفارة الأسترالية في تل أبيب وتبقى الحكومة الأسترالية ملتزمة بحل الدولتين ولن تؤيد أي مقاربة تبدد هذا الأفق السياسي. هذا وقد استدعت الخارجية الإسرائيلية سفير الأسترالي لديها للاحتجاج على قرار بلاده سحب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقالت إنها أبلغت السفير الأسترالي انتقاد إسرائيل الشديد من اتخاذ هذا القرار بشكل خاطف ودون التشاور معها. وأضافت أنها تحتفظ بحقها في الرد وأن القرار اتخذ لاعتبارات سياسية داخلية. في المقابل رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيا بقرار الحكومة الأسترالية إلغاء الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال اشتيا في بيان إن قرار الحكومة الأسترالية ينسجم مع القانون الدولي والشرعية الدولية ويعزز فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وفي السياق قالت حركة حماس إن القرار الأسترالي خطوة في الاتجاه الصحيح ويفتح المجال أمام كل دول العالم لتصحيح خطيئة الاعتراف بإسرائيل. للحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الانترنت من رام الله السفير أحمد أديك مستشار وزارة الخارجية الفلسطينية. سعادة السفير أحمد، مرحبا بك. سعادة السفير أحمد، نبارك لكم هذا القرار، ودعني أسألك كيف تلقيتم هذا القرار، تراجع أستراليا عن قرار اتخذته قبل 4 أعوام بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل؟ يسعد مساك أولا، وثانيا شكرا لك على المباركة، ونحن نبارك لأمتينا العربية والإسلامية هذا الانتصار الحقيقي والإنجاز الذي ينحاز حقيقة للقانون الدولي وللشرعية الدولية وقراراتها. كما تفضلت، نحن رحبنا بقرار وزيرة الخارجية الأسترالية الذي صحح خطأ تاريخيا كانت قد ارتكبته الحكومة السابقة، والذي شكل عدوان حقيقي على حقوق الشعب الفلسطيني لأنه يتعلق بالقدس. بالنسبة لنا نعتبره قرارا شجاعا، خاصة وأننا جميعا ندرك طبيعة العلاقات التي تربط أستراليا سواء بإسرائيل أو بالولايات المتحدة أو ببريطانيا، وبالتالي هذا انحياز للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وهو أيضا يدعم جميع الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإحياء عملية السلام ولإعادة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس مرجعيات السلام الدولية. ثانيا، هذا القرار مهم لأنه يتعلق بالقدس. كما تعلمين، لا دولة فلسطينية بدون القدس، لا سلام بدون القدس عاصمة لدولة فلسطين، ولا أمن واستقرار بدون القدس. دولة الاحتلال ماضية في محاولاتها لحسم مستقبل المدينة المقدسة المحتلة من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بمعنى أنها تحاول إخراج القدس من دائرة المفاوضات كما نصت على ذلك مرجعيات السلام الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبالعكس هم يحاولوا تهميش القضية الفلسطينية برمتها. ها هي أستراليا بهذا القرار ليس فقط تعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية من خلاله، وإنما أيضا تؤكد أن القدس الشرقية المحتلة هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي موضوع تفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. بالنسبة لنا، سنقوم بالبناء على هذا القرار، ونستمر في مطالبة الحكومة العمالية في أستراليا الوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها قبل الانتخابات، وفي مقدمتها
ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية. وهذا وعد كان الحزب قد سيد أحمد عنه ودعمه واتخذ قرارا به في مؤتمره الأخير. نعم، لو سألتك عن رمزية التوقيت بالنسبة لكم في الوقت الذي تتغول فيه إسرائيل وتزيد في انتهاكاتها كل يوم بحق القدس ومقدسات المسلمين عامة والفلسطينيين خاصة في القدس، يأتي هذا القرار من قبل استراليا، كيف تنظرون إليه بمنطق هذا التوقيت تحديدا؟ نعم هذا صحيح، هو توقيت جاء في توقيت مهم جدا بالنسبة للقضية الفلسطينية، خاصة بعد الخطاب الذي ألقاه السيد الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي حمل فيه المجتمع الدولي المسؤولية عن التقاعس في تنفيذ القرارات الدولية وتنفيذ العشرات بل المئات من هذه القرارات. ثانيا التوقيت جدا مهم في ظل محاولات أمريكية وإسرائيلية واضحة لتهميش القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية والإقليمية واستبدالها بما بات يعرف باتفاقيات التطبيع مع دولة الاحتلال في محاولة لقلب مبادرة السلام العربية رأسا على عقب. القرار الأسترالي جاء ليقول أن الحل في الأساس مع الجانب الفلسطيني ووفقا لقرارات الشرعية الدولية، ويبدأ من القدس بصفتها وباعتبارها مفتاح الحرب والسلام في المنطقة وفي الشرق الأوسط إن لم يكن في العالم. ثالثا هو مهم جدا في ظل عمليات التغول التي تقوم بها دولة الاحتلال يوميا، نحن نتابع إقرار مخططات استيطانية جديدة لتعميق الاستيطان والتهويد في القدس وضد مقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك، عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة ما يواجهه المواطنون المقدسيون بشكل يومي في محاولة لإلغاء هويتهم ووجودهم الحضاري والوطني والإنساني في القدس. شكرا جزيلا سعادة السفير أحمد الديك مستشار وزارة الخارجية الفلسطينية، كنت معنا عبر الإنترنت من رام الله، لك جزيل الشكر. معنا عبر الإنترنت من سيدني الباحث أحمد الياسري رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية. سيد أحمد الياسري مرحبا بك، واسمح لي بسؤالك عن ردات الفعل داخل أستراليا بالأساس على هذا القرار الذي تم اتخاذه والذي يقوم بتصحيح قرار اتخذ قبل 4 سنوات بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. تحية لحضرتك أستاذ حياة وتحية لجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. هو سجال الحقيقة حاصل منذ عام 2018 حينما طرح هذه الفكرة ميرسون، والحقيقة هو حتى موقف ميرسون السابق لم يكن فقط يعني أو مدعوم من قبل إسرائيل. إسرائيل كانت ترى موقفه غير كامل لأنه اعترف بالجزء الغربي وليس القدس كاملة. فلذلك أنا يعني عبرت وزيرة الخارجية الأسترالية عن ذلك الموقف بأنه لعبة سياسية، كان من المفترض أن يحصل على أصوات الناخبين بمقعد في شمال سيدني، ولكنه حقيقة فشل حتى بالحصول على أصوات اليهود الذين يشكلون غالبية تلك المنطقة. أنا أعتقد أن الموقف الأسترالي كما يقول إدوارد سعيد الأمم كيانات سردية، هو يخوض بين سرديتين الحقيقة، السردية الطبيعية التي يصنعها التاريخ المباشر لفلسطين والقدس، والسردية الاصطناعية التي فرضتها لحظة عام 67 الحقيقة وحرب الأيام الست. لذلك أستراليا تحاول أن تعيد نصاب استراتيجيات تجاه الشرق الأوسط، لأن هناك انعكاسات حقيقة على العلاقة مع أندلسيا على سبيل المثال. هذا الأمر قد يؤثر، يعني هناك كان غضب في أندلسيا من موقف ميرسون انعكس على يعني على العلاقات الدبلوماسية مع أستراليا. وأشارت وزيرة الخارجية وهي عضوة في مجلس الشيوخ منذ عام يعني 2018 أن يسار الوسط في أستراليا ممثلا بحزب العمال الحقيقي وأجنحته
يرفض هذا الموضوع ويعتبره استفزازا للدولة سيد أحمد، مثل حديث القضاء. إسرائيل بأن نعم. هذا القرار اتخذ لاعتبارات سياسية داخلية واحتفاظها بالتأكيد بحق الرد والاعتراض والانتقاد الشديد الذي عبرت عنه، هل يؤثر ذلك في هذا القرار في مساره أو حتى في مستقبل رؤية أستراليا لمشروعية اتخاذ مثل هذا القرار مرة أخرى بشأن القدس؟ أنا أعتقد ردة الفعل الإسرائيلية ليست موجهة بشكل مباشر لأستراليا، ولكن موجهة للدول التي ممكن أن تأخذ الموقف الأسترالي. نحن نعرف أن باراغواي على سبيل المثال والهندوراس سبقا أستراليا بالخروج من يعني مساحة الاعتراف التي تشكلت بعد مبادرة أو الطرح الذي طرحه دونالد ترامب. يبدو أن هذه الدول تدرك أن ترامب سوف لن يعود، فلذلك رفعت الاعتراف. أنا أعتقد الموقف الإسرائيلي، يعني أستراليا وإسرائيل هناك علاقات استراتيجية الحقيقة، هناك توأم على سبيل المثال بين مدينة جولد كوست ونتانيا في إسرائيل، عندنا تعاون على مستوى البرامج التطويرية وتبادل التكنولوجيا والقضايا التعليمية. هذا أمر لا أعتقد أنه سيتأثر بهذا الموقف، لأن العلاقات استراليا تبني علاقاتها مع الشرق الاوسط بمنظار استراتيجي الحقيقه، ولذلك هي تعتبر ان هناك خصوصيه للقدس، يجب ان يكون استراليا الدور الفاعل في حل موضوع الدولتين، وليس ان تكون استراليا جزء من المشكله. المفترض كيف نصنع الحلول وليس المشاكل. هكذا يفكر يعني حزب العمال، اداره حزب العمال، ولذلك انا اعتقد امتدادات الموقف العمال في الداخل الاسترالي ستبقى حاضره. لا اعتقد ان ستاتي حكومه محاوله تغير هذا القرار، لانه هو استراتيجيه ثابته في السياسات الخارجيه الاستراليه، خصوصا متعلق بنا بالقضيه الفلسطينيه، لان هناك جانب انساني جيوغرافي وحقائق يصنعها التاريخ المباشر، لا تستطيع ان تتجاوز المواقف السياسيه الاستراليه. انا اعتقد هذا هو الفضاء الذي سيثبت الرؤية التي يجب أن يستغلها الفلسطينيون، وأنا خرجت في الإعلام الفلسطيني. نعم وضحت الفكرة. نعم. الباحث نعم. أحمد الياسري صباح. وضحت الفكرة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الإنترنت من سيدني، رئيس المركز العربي الإسترالي للدراسات الاستراتيجية، لك جزيل الشكر. مشاهدينا نهاية المسائية، نشكركم على طيب المتابعة ونلقاكم غدا مشيئة الله تعالى في مسائية جديدة لكم. تحياتي أنا حيث لمني، دمتم في أمان الله وحفظه.